بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحيه لقناه ريمال تي في اللي ديما كدير التغطيه للمقابله ديال اولمبيك تشارا. بكل صراحه انا كنحترموا هذه القناه لان بعدا هي على الاقل القناه ماشي موقع الكتروني، يعني ناس عندهم مستوى ثالث اعدادي وبيديروا الصحافه وبيديروا الاعلام. الحمد لله حنا كنثقوا في المهنيه الى اخره. هذا ميساج لبعض الناس اللي ما مؤهلينش يديروا الاعلام وكيديروا الاعلام وكيحاولوا يخلقوا الفتنه بين الجمهور. المهم راه ميساج كلير. الرساله ديالنا للمكتب المسير هذا العام ان شاء الله هو ما كيهمناش الكلام اكثر ما كيهمنا الصعود، يعني رساله واضحه. يعني حنا ما همتنا لا هضره لا اختلالات في التسيير لا مشاكل في الميزانيه لا قله الدعم الى اخره. حنا واحد الحاجه اللي كيهم الجمهور الشراوي هو تحقيق ذلك الوعد اللي تحقق اللي تلقاه المكتب المسير هو تحقيق الصعود للقسم الوطني الاول. حنا راه نكونوا مع هاد ليكيب ان شاء الله 30 دوره يعني داخل الميدان وخارج الميدان، رغم اننا كنوجدوا بزاف ديال المشاكل، يعني كنديبلاسي وكيكونوا مباريات في وقت الدراسه وقت العمل الى اخره. هادشي كلشي كيهون على قبل اولمبيك تشيرا. بغينا ان شاء الله هاد العام هاد الناس هادو يترجلوا معنا ويكونوا رجال الصراحه ويكونوا قد ديك الكلمه وقد ديك المسؤوليه باش نحققوا واحد الحاجه كيتسناها الجمهور ديال تشيرا والسكنه ديال تشيرا. واحد 144 الف نسمه. انا هاد الفرقه هادي هاد الناس بغاو يفرحوا، هاد الناس بغاو يفرحوا الصراحه. الناس كاعين على الوضعيه، كاين مشاكل اجتماعيه، كاين بزاف ديال الحوايج، يعني الناس كاين على الاقل نفرحوا هاد السكنه ديال تشيرا بالكره. هادشي هو اللي بغينا من هاد الفرقه هادي، انها دير هاد الجميل هذا، ان هاد الفرقه تطلع البروميان سيري ان شاء الله بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تي في.